خلافات بين روسيا وإيران حول مصير الجنوب السوري، والأردن ترى أن النظام أكثر أهلية لإدارة معبر نصيب الحدودي. الخارجية الفرنسية تدين إصدار نظام الأسد القانون رقم 10، وخارجية النظام تقول إن القانون كان ضرورة بعد استعادة الغوطة. اختطاف ناشطين إعلاميين في عفرين ومحيطها من قبل مجهولين، وخروج مظاهرة في المدينة طالبت تركيا والشرطة بالتدخل. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. دعت روسيا لعقد اجتماع ثلاثي بشكل سريع مع الولايات المتحدة والأردن لبحث مصير الجنوب السوري ولمنع أي وجود إيراني في المنطقة، فيما طالبت إيران بعدم تدخل روسيا في الشؤون السورية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. لم تمضي سوى 24 ساعة على إرسال الفصائل الثورية للدول الضامنة تأكيدها على الاستعداد لصد أي هجوم لقوات النظام على الجنوب السوري، حتى خرجت تصريحات دولية جديدة. روسيا حليف النظام الأكبر حاولت البحث في مصير الجنوب السوري، دعت لعقد اجتماع ثلاثي سريعا مع الولايات المتحدة والأردن، وذلك للعمل على منع أي تواجد إيراني في المنطقة والاكتفاء بقوات النظام فقط، وفي حال وجود قوات مساندة أخرى غير متفق عليها فإن نظام الأسد لن يحظى بدعم روسي وفقا لما أعلنته قاعدة حميميم العسكرية. التهديد الروسي قابله رد إيراني طلب موسكو بعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية، ووفق ما صرح به ناشطون فإن إيران التي تطالب روسيا بعدم التدخل هي نفسها تنشر ميليشياتها في الجنوب بلباس وآليات قوات النظام بأكثر من 30 نقطة حدودية. الأردن من جانبه أكد تمسكه باتفاق خفض التصعيد والالتزام بالحل السياسي في لقاء وزير الخارجية الأردني مع رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، بينما تجاهلت عمان المعارضة السورية في موضوع إعادة فتح معبر نصيب الحدودي، معتبرة أن النظام مؤهل بشكل أكبر لإدارته. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي من مدينة اسطنبول العقيد أحمد الحمادي. أرحب بك سيادة العقيد، يعني ما هو السيناريو الذي ترجحه حول الجنوب السوري، ومن هي الدول صاحبة النفوذ الأقوى التي ستفرض خطتها هناك برأيك؟ السلام عليكم. طبعا الجنوب السوري هو منطقة هامة جدا لأطراف عديدة، يعني هو يقع على الحدود العراقية الأردنية في منطقة التنف، وكذلك على الحدود الأردنية وحدود الجولان المحتل، بالإضافة إلى جبل الشيخ بحدود اللبنانية. هذه الأهمية لمنطقة الجنوب جعلت أطراف عديدة اليوم تتدخل في هذه المنطقة، هناك الولايات المتحدة، هناك إيران التي تريد أن تثبت بأنها قوة ممانعة وأن لها قوات على الحدود مع الجولان كما هو في منطقة جنوب لبنان، هناك ميليشيات حزب الله وغيرها، فاطميون وأحزاب كثيرة تابعة لإيران. إسرائيل هي المتواجد الأكبر في تلك المنطقة الحدودية، 76 كيلومتر حدود، نفوذ كبير. إسرائيل تقوم بقصف الأهداف الإيرانية وأهداف حزب الله، وتمنع وجود عسكري لهؤلاء في تلك المنطقة لأنها تعتبرهم يهددون أمنها القومي. بعد أن كانت الجبهة هادئة لمدة 50 عاما وهناك اتفاقية فصل القوات، جاءت هذه الاتفاقيات بين الروس والإسرائيليين، كون الروس لا يريدون أن يغضبوا حليفهم القوي الذي يمكن أن يفسد عليهم كل شيء في المنطقة وهي إسرائيل. وكذلك هناك اليوم يعني تصريحات نارية ضد الروس، وبأن إيران لن تخرج، ونرى بأن التناقض تصريحات النظام من بشار الأسد إلى وليد المعلم إلى غيره، وجود قوات أو عدم وجود قوات، مع التجنيس اليوم.
سيادة العقيد، يعني هل الخلاف الرئيس بين الدول والنظام هو الوجود الإيراني في الجنوب السوري أم أن هناك حيثيات أخرى؟ طبعا هناك حيثيات أخرى، تواجد إسرائيل، الوجود الإيراني هو العامل الذي أشعل كل هذه يعني الحرب، في إذا قلنا إذا هناك حرب بين إسرائيل وبين إيران، هناك هذا الوجود هو الذي أجج الموقف. اتفاقية خفض التصعيد التي وقعت ما بين الولايات المتحدة وما بين كذلك روسيا والأردن جعلت هناك حدا للتواجد الإيراني في تلك المنطقة، إلا أن إيران وأحزابها أرادوا يعني تجاهل هذه الاتفاقية ودخلوا في تلك المنطقة. اليوم يريدون الروس إنهاء المسألة السورية من خلال تجميد الجبهات من كالمصالحات التي حصلت في شمال حمص في منطقة الغوطة، يريدون أن يطبقون هذا على المنطقة الجنوبية. بالأمس قرار المنطقة الجنوبية بأنهم لا يمكن أن تدخل أي قوة إلى تلك المنطقة وإنهم مستعدين للحرب. إذا أرادت أن تدخل القوات الأخرى وأن تنسحب إيران فلتنسحب من المناطق التي يسيطر عليها النظام والمتواجدة فيه، أما المناطق المتواجد فيها الثوار فلا أتوقع بأن هناك انسحابات منها لصالح أي كان. طب بشكل سريع سيادة العقيد، هل يمكن اعتبار التصريحات الأردنية حول تراجع اقتصادها بسبب اللاجئين السوريين هو تمهيد للتسوية مع النظام لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي؟ الأردن هي كانت من أحد الداعمين للثورة السورية، وغرفة المك مقرها في تلك المنطقة، إلا أن الأردن لا يمكن أن تغرد خارج السرب، وهي من يعني تعمل مع مجموعة من الدول، الولايات المتحدة، بريطانيا والسعودية وغيرها في تلك المنطقة. التراجع الاقتصادي، الأردن طبعا بلد اقتصاديا ضعيف لا يتلقى مساعدات، هناك أكثر من 1.5 مليون من اللاجئين السوريين في تلك المنطقة، وإن إشعال أي حرب في منطقة الجنوب سيؤدي إلى تدفق الكثير من السوريين إلى الجانب الأردني، وهذا سيفاقم الوضع الاقتصادي. طبعا الأردن اليوم تريد فتح معبر نصيب، ولكن ضمن تسويات حقيقية وليس تسويات يعني ممكن أن تنقض اليوم أو بكرة أو غيرها، أو تتواجد القوات الإيرانية في تلك المنطقة. نعم، أشكرك جزيلا شكرا. المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد الحمادي، كنت معي من اسطنبول. أدانت الخارجية الفرنسية إصدار حكومة نظام الأسد القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، والذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة. وأحضر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية من أن القانون الجديد سيمنع اللاجئين والنازحين السوريين من العودة إلى منازلهم ويسمح بسرقة ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن هذا القانون يشكل عائقا ملموسا أمام التسوية السياسية في البلاد. من جانبه قال وزير الخارجية في حكومة النظام وليد المعلم أن إصدار هذا القانون كان ضرورة أعقبت استعادة قوات النظام للغوطة الشرقية، ونفيا أن يكون القانون أداة للتغيير الديموغرافي في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة النظام. أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوما جديدا يقضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30%. وبحسب المرسوم رقم 8 الذي نشرته وكالة سانة التابعة للنظام، فإن النسبة تضاف إلى الرواتب المقطوعة وتصرف من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018. كما أصدر الأسد المرسوم رقم 9 الذي يقضي بإضافة زيادة قدرها 20% من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين. ويأتي المرسوم بعد تململ بين العسكريين خلال الأشهر الأخيرة نتيجة رواتبهم المتدنية وسط موجة الغلاء التي تعصف بسوريا وانخفاض القيمة الشرائية للليرة السورية.
اندلعت اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وعائلة عراقية تابعة لتنظيم الدولة ومؤلفة من 30 رجلا من منطقة سلقين بريف إدلب الغربي. وصرح المسؤول الأمني لهيئة تحرير الشام أنه بعد الرصد والمتابعة تمكنوا من الكشف عن معسكر يتجمع فيه عناصر من تنظيم الدولة ومتورطون في عمليات اغتيال وتفجيرات. وبعد تطويق المنطقة لحماية الأهالي حصلت اشتباكات قتل على إثرها عدد من عناصر تنظيم الدولة وأصيب آخرون. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. خسائر كبيرة للفلاحين في ريف إدلب الجنوبي نتيجة الأمطار الغزيرة خلال فترة حصاد المحاصيل الزراعية. إذا أردنا الانتفاع بالكون فعلينا أن نعرف طبيعة الأشياء التي سخرها الله سبحانه وتعالى. من ادعى أنه لا يحب الدنيا فهو كذاب. هناك أناس يريدون للناس جميعا أن يكونوا على مقاس واحد، لا يعرفون شيئا اسمه الإمكانات المختلفة، ولا يعرفون شيئا اسمه الفروق الفردية. هؤلاء المسرفون في النقد يشيعون اليأس في المجتمع، ولكن قبل أن يشيعوه يشيعونه في أنفسهم. والصراع الحضاري في العالم في نظرنا ليس بين إسلام وكفر، ولكن بين حق وباطل. في لحظة ما، في نقطة ما، سنجد أن من غير الممكن أن نجمع بين مبادئنا ومصالحنا. نرحب بكم من جديد. تتكرر حالات الخطف والاختفاء لناشطين وإعلاميين في مدينة عفرين ومحيطها شمالي حلب من قبل مجموعات مسلحة مجهولة التبعية. وأفادت مصادر محلية باختفاء مدير مركز عفرين الإعلامي مسعود إيبو في ريف حلب الشمالي والعضو في المركز أحمد بدوي داخل مدينة عفرين، فيما اتهم ناشطون خلايا تابعة لوحدات الحماية الكردية باختطافهما. هذا وأعلن مركز عفرين الإعلامي خروج مظاهرتين في ساحة أزاد بعفرين نددت بعمليات الخطف والاختفاء بحق الناشطين، وناشدت القوات التركية والشرطة المحلية البحث عن المختطفين والكشف عن مصيرهم. ولمناقشة الموضوع أكثر ينضم إلينا من الحدود التركية السورية عضو المجلس المحلي في عفرين أزاد عثمان. رحب بك سيد أزاد، يعني ماذا لديك من تفاصيل حول اختطاف الإعلاميين وعن خلفية ذلك، وهل سجلت حالات أخرى؟ أهلا بكم. حقيقة عفرين تشهد نوع من الفراغ الأمني نحن نسميه، وهناك عمليات اختطاف للمدنيين والإعلاميين ورجال أعمال. طبعا الهدف منها هي مادي، ولكن الهدف من اعتقال واختفاء القسري للإعلاميين هي إسكات أصوات التي يمكن أن توجه أو تسلط الضوء على الانتهاكات التي تحصل في مدينة عفرين من قبل بعض المسيئين للثورة ولأهداف الثورة. طبعا الأخ أبو المجد كومر مسعود كومر هو آخر من تم اختفاء، يعني تم تغييبه أو اختفاءه نحن ما بنعرف، ولكن قبل سبقهم في شاب آخر يعني اسمه آدم، وقبله كان في الأخ أحمد شفيع. يعني هناك حالات يعني تكررت. طبعا هذا الفراغ طيب. الأمني نعم، إذا من هي الجهة التي تقف وراء خطف هؤلاء الناشطين جميعا في عفرين ومحيطها، وهل ترجح تورط عناصر من بعض الفصائل في الأمر؟ ح...
حقيقة ما تشهد عفرين يعني غياب غرفة تنسيق بين فصائل جيش الحر، ولذلك من الصعب ضبط الأمن بعفرين. يعني أي واحد يلبس بدلة موهمة مع سلاح ما حدا يحسن يسأله، ما حدا عنده الجرأة يسأله مين أنت ولا مين تابع، وما في إشارات تدلل على هدول الناس لمين تابعين، ولذلك من الصعوبة ضبط الأمن. حتى موضوع آخر، يعني حتى المدنيين اللي اجوا، الأخوة النازحين اجوا من مناطق أخرى، يعني من ريف دمشق، كمان معه أسلحة، في منهم معه أسلحة وبيلبس موه. يعني نحن بعفرين ما حدا بيعرف مين تابع لمين ومين بده ينظم. طيب، هذه المسألة طب إذن بغياب الشرطة وبغياب القضاء يعني لا يمكن ضبط الوضع. نعم، إذن برأيك من هو المسؤول عن منع مثل هذه الحوادث، وما هي آلية المنع؟ حقيقة نوجه يعني إلى الحكومة المؤقتة، هي في إلى غرفة عمليات وإلها وزير، يعني وزير دفاع، يعني مفروض هيئة الأركان جيش الحر هي تضبط، يعني هن المسؤولين عن هاي عن هدول يعني الفصائل الموجودة، يعني أكثر من 35 فصيل موجود، يعني صعب ضبطها إلا يكون في غرفة موحدة، غرفة قيادة موحدة تضبط الأمور. نعم، أشكرك جزيل الشكر. من الحدود التركية السورية عضو المجلس المحلي في عفرين آزاد عثمان. أدان الائتلاف الوطني السوري قيام مجموعة مسلحة تابعة لوحدات الحماية الكردية باختطاف عضو الائتلاف والمجلس الوطني الكردي عبد الحميد تمو شقيق الشهيد مشعل تمو في الدرباسية بريف الحسكة. وطالب الائتلاف في بيان بإطلاق سراح تمو وجميع النشطاء المعتقلين في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل فوري ودون شروط. وحذر الائتلاف من استمرار القمع والانتهاكات بحق المدنيين والنشطاء السوريين التي تهدف لكسر إرادتهم والتنكيل بهم وفق البيان، فيما جدد دعوته لوقف كافة أشكال الدعم الذي تتلقاه ما وصفها بالميليشيات. أعلنت تركيا توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة حول خارطة طريق تشمل إرساء الأمن والاستقرار في مدينة منبج. وجاء تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو بعد انتهاء مباحثاته مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حيث أكد أن اتفاق منبج نص على خروج وحدات الحماية الكردية منها ووضع المدينة تحت إشراف قوات تركية أمريكية مشتركة. وأكد الوزير التركي أن التاريخ المحدد لتطبيق الاتفاق سيكون دون 6 أشهر، وسيتم العمل على تأمين عودة من اضطروا إلى مغادرة ديارهم. تعرضت قرية الجزاع في ريف الحسكة الجنوبي لقصف من طائرات التحالف الدولي، ما أدى لاستشهاد قرابة 10 مدنيين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء وفق ناشطين. وذكرت منظمة العفو الدولية أنه خلال حملة التحالف لاستعادة معاقل التنظيم في سوريا لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لحماية المدنيين أو يؤخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الواقع بهم لأدنى حد، فيما يبدو أنه انتهاك للقانون الدولي من خلال تعريض حياة المدنيين للخطر. توفي 3 أطفال غرقا أثناء السباحة في مياه نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي. وقال مراسلنا في جرابلس إن الأطفال 3 هم إخوة من مهجري مدينة دير الزور وغرقوا بجانب مؤسسة المياه في نهر الفرات، موضحا أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني انتشلت الجثث بعد الفشل في إنقاذ حياتهم. يشرف موسم الحصاد على نهايته في ريف إدلب الجنوبي المشهور بزراعته القمح والشعير والبقوليات، حيث أدت الأمطار الغزيرة في المنطقة إلى إفساد معظم المحاصيل الزراعية. المزيد في سياق التقرير التالي. تتعدد في محافظة إدلب المواسم الزراعية التي تعد مصدر رزق رئيسيا لأكثر من 70% من السكان، وتنتج المحافظة عدة محاصيل استراتيجية أهمها القمح والشعير بالإضافة إلى المحاصيل البقولية. الأوضاع الأمنية خلال دورة هذا الموسم أثرت بشكل سلبي على العاملين في قطاع الزراعة،
بعد سيطرة قوات النظام على مناطق شرقية إدلب وجنوب حلب المشهورة بزراعة القمح والشعير المحصولين الأهم بالنسبة للسكان. انحصار المناطق المحررة أدى إلى قلة الأراضي المزروعة وكسرة عدد الحصادات. السنة الماضية كنا نطلع مثلا أول موسم شرق السكي كان في مساحات مزروعة، ضل شيء 10-15 يوم بعدين نرجع منطقة اللي هو منطقة ريف إدلب الشرقي نحصد، بعدين نطلع على ريف حلب الجنوبي. السنة قل الشغل تقريبا تحت 50%. العمليات العسكرية في ريف معرة النعمان الشرقي نهاية العام الماضي أخرت فلاحي المنطقة عن زراعة أراضيهم، ما سبب في قصر الدورة الزراعية للمحاصيل، بالإضافة إلى شح الأمطار في الشتاء وتباعد فترات هطولها في وقت الحاجة إليها، كانت سببا بضعف الإنتاج إلى ما دون الكلفة التي دفعها الفلاح. أخي زراعة سنة فاشلة كلياتها، ومي مكفى مصروفة، مي مصروفة يا ريت تكفي مصروفها، المصروفة مي مكفيته. يعني الدنم عم يقطع جوال، حسوب أنت الدنم الفلاحة كان ب 2000 ليرة يوم اللي كان المازوت غالي، 2000-2500. إيش بتوفي مع المزارع؟ إذا الدنم هلق عم يقطع جوال. موسم الحصاد بات في نهايته، لكن الأمطار هذا العام استمرت في الهطول حتى وقت متأخر، الأمر الذي عاد بالسوء على المحاصيل التي جمعت، وتسببت الأمطار في تعفن مئات الهكتارات من الأراضي المزروعة بالعدس. قلة الأمطار في فصل الشتاء وهطولها في وقت الحصاد كانت سبباً في ضعف إنتاج المحاصيل الزراعية لدى الفلاحين الذين ينتظرون موسم الحصاد بفارغ الصبر. فهل ستنظر الجهات المسؤولة عن الزراعة في خسارتهم؟ هذا ما يصبو إليه الفلاحون هنا. محمد الضغيم، حلب اليوم، ريف إدلب. ختام نشرة المنتصف من قناة حلب اليوم. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحتنا على فيسبوك ويوتيوب وتويتر، وأيضا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. إلى اللقاء.